مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 3 الراوند اب، اليونت الثالث الفقرة المخصصة للراوند اب المراجعة. تعودنا بالدروس السابقة بالمراحل السابقة باليونتات السابقة أن الدرس التاسع من كل يونت يعتبر مراجعة لكل محتويات اليونت، فهنا راح يذكر لي الأمور اللي أخذناها بخلال اليونت الثالث. فبالفقرة الأولى شو يقول؟ يقول لي in this unit، في هذا اليونت أو في هذه الوحدة you have practice، لقد تدربت على الأمور التالية، يعني المواضيع اللي أخذتها بهذا اليونت هي كالتالي. أولا talking about which sports you would do or play، التحدث عن أي الرياضات التي تود ممارستها أو لعبها. أخذناها تقريبا هو اليونت كله متمحور حول هذا الفقرة، الرياضات، الأفعال المخصصة للرياضات، الرياضات المخصصة للمبتدئين، المتقدمين إلى آخره، وأخذنا كل الأمور المتعلقة بهذا الشيء. وكذلك أخذنا أنشطة صفية، مثلا إذا واحد يسألني What sport would you like to do؟ ما الرياضة التي تود فعلها؟ مثلا I'd like to do to play tennis، أود أو أرغب بأن ألعب التنس. I'd like to do athletics، أحب أن ألعب أو أرغب بأن ألعب الرياضات البدنية. شوف هنا أنا دو الفعل دو يرهم ويا athletics، ليش؟ احنا اخذنا الدو يرهم مع الرياضات البدنية، اما الفعل play يأتي مع الرياضات التي فيها كرة او الرياضات التي فيها منافسة بين فريقين او شخصين، اخذناها بدروس سابقة. بعد asking an answer about timetable، السؤال والجواب عن timetable. شنو timetable؟ جدول المواعيد. إذا تذكرون الشخصيات اللي أخذناها اللي رادوا يسجلون بمركز آشمي للرياضات، أعطوهم جدول وتعرفنا على هذا الجدول، الأيام مخصصة للرجال، النساء، الأولاد، الفتيات إلى آخره. فإذا تريد تسأل تقول When is the advanced horse riding class؟ متى يكون درس ركوب الخيل للمتقدمين؟ فشلون تجاوب على هذا السؤال؟ مثلا On Sunday، يوم السنداي الأحد، From 3 o'clock، من الثالثة to 5 o'clock، إلى الخامسة. هذا الرقم أو الموعد مين طلعناه؟ طلعناه من التايم تيبل اللي أخذناه بدروس سابقة. وكذلك النقطة الثالثة asking and answering question about how good people at sports، هذه كانت مهمة جدا، وبوقتها وضحنا قاعدة إذا بسأل شخص كم هو جيد في رياضة معينة إيش أقول؟ أقول how good are you at زائدا اسم الرياضة. how good are you at football، كم أنت جيد في رياضة كرة القدم. How good are you at tennis؟ كم أنت جيد في التنس؟ إلى آخره. إذا أريد نجاوب على هذا السؤال قلنا أكو طريقتين للإجابة عن هذا السؤال. أما مثلا نقول I am quite good، I am very good، I am really good، أنا جيد جدا، جيد بعض الشيء، جيد حقا. أو تقول أنا أبدا ما مارس هالرياضة. الآي شون الآي مختصر ما شنو؟ ما الآي هاب. كذلك هذه شرحناها في دروس سابقة وعرفنا أن الآي هاب تستخدم مع المضارع التام البسيط ولازم يجي وراها فعل تصريف ثالث وعرفنا شنو التصريف الثالث الى اخره. وراها كذلك اخذنا النقطه الرابعه saying numbers and years، قول السنوات او الارقام الخاصه بالسنوات. يعني مثلا عام 1996 شلون نقولها هذه؟ اما بالطريقه التقليديه اقول الالاف والمئات والعشرات والآحاد، فأقول 1996، أو أقولها بطريقة أخرى تذكروها، أقرأ أول رقمين وثاني رقمين، أول رقمين إيش قال؟ 19، فأقول 19، ثاني رقمين 96، شنو 96؟ 96، فأقول 1996. تعلمنا كيفية قراءة السنوات بطريقة جديدة، وكذلك كيفية قراءة المجرمنت، القياسات، قياسات دقائق، الثواني، المسافات إلى آخره. وراها describing changes، وصف التغيرات. إذا تذكرون موضوع used to ووضحنا أنه used to يجي وراها جملة ومن ثم but now ومن ثم جملة ثانية. الجملة الأولى بقاعدة used to والجملة الثانية بالمضارع البسيط، وهكذا شرحناها بشكل مفصل بالدروس السابقة، تعرفنا شلون تجينا بالامتحان، شلون نقدر نجاوب عنها إلى آخره. وراها يقول لي مثلاً منطيني هو أمثلة I used to have no friends، لم يكن لدي أصدقاء، but now I have lots، والآن لدي الكثير. I used to be lazy، اعتدت على أن أكون كسولاً، but now I work hard،
لكن الآن أعمل بجد وهكذا. وراها الـ and you have وكذلك أيضا الأنشطة الصفية اللي أخذناها use information from conversation to fill the timetable. استخدام معلومات من المحادثة لملء جدول المواعيد أخذناها الدروس السابقة أنشطة صفية. شلون مثلا منطيني جدول مواعيد لرياضة معينة أنا استخرج المواعيد هذه وأملي بيها جدول مع الرياضات الخاص بالولد بالبنية بالأناث بالذكور إلى آخره. perform the conversation كذلك قمنا نعمل محادثة عبارة عن سؤال وجواب. written sentences to make story نكتب جمل لعمل قصة مثل ما سؤال الإنشاء إلى آخره. كذلك practice finding information quickly نستخلص معلومات من القطعة مثل القطعة اللي أخذناها. found new words إجداد كلمات جديدة. worked out their meaning ونتعرف على معانيها مثل جمل الإسقاطات اللي أخذناها بالدروس السابقة إلى آخره. هذا كله أخذناه بالدروس السابقة مراجعة شاملة للمواضيع اللي أخذناها. لحد الآن ما أقف شيء مهم من الممكن اللي يجيني بهذا الدرس من الامتحان التحريري، لكن انتبه لكتاب النشاط لأنه مهم جدا ومن الممكن أنه يجيب الأستاذ من عنده بعض الجمل. مثلا التمرين رقم واحد طلاب، هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، فأكتب عليه تمرين مهم جدا جدا جدا. لكن انتبه او اريد انبه على شغله. اولا هذا التمرين اسقاطات، تعودنا سابقا انه مثلا الفعل دو يفعل استخدمه ويانا مع الرياضات البدنيه، الجو يذهب استخدمه ويانا مع الرياضات التي تنتهي باي ان جي ما عدا بوكسي، والبلاي معناها يلعب استخدمه مع الافعال التي فيها كره او يكون فيها منافسه بين الفريقين. لحد الان بسيط الموضوع، لكن اكو امر جدا مهم والاساتذه كلش يركزون عليه بالامتحان التحريري. هسه اول شيء خلينا نجي نحله بالطريقه التقليديه. فمثلا نمبر 1 when you phone the sports center عندما اتصلت بمركز الرياضات او اتصلت بي بمركز الرياضه اي فراغ تنس، انا فراغ التنس. شو نكلم الناس الفراغ؟ بدايه كلمه تنس الفعل المناسب لها هو الفعل play. استاذ ليش play؟ لأن التنس رياضة فيها كرة وتنافس بين شخصين. جيد، هسا احنا حددنا الفعل المناسب للجملة. هو شو يقول؟ يقول لي use the correct form of the verb. انت لما تنزل الفعل لازم تنزله وتصححه حسب زمن الجملة. انا سابقا ذكرت لكم انه الوين يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط، فاعل فعل ماضي، هذه ماضي بسيط، وبعدها او الجملة التي تليها جملة بزمن الماضي المستمر. شنو تقول قاعدة الماضي المستمر؟ فاعل، الفاعل هو I. أما was أو where، الآيش تأخذ was أو where؟ تأخذ was زائدا فعل يحمل ing. فأقول I was playing tennis، كنت ألعب التنس. عندما اتصلت بي كنت ألعب التنس. لحد الآن أنا ما موضح الصيغة اللي ممكن تجيك بالامتحان. بالبداية المطلوب من عندك أن تسقط الكلمة بالفراغ المناسب، وبعد قليل لازم تعرف شلون يجينا بالامتحان بسؤال القواعد وشلون نقدر نجاوب عنه. اول شيء خلينا نجي نسقط الكلمات. الجمله الثانيه my brother and I، انا واخي فراغ هورس رايدنج، فراغ ركوب الخيل. last weekend في الاسبوع الماضي او عطله نهايه الاسبوع الماضي. زين، اول شيء هورس رايدنج شنو الفعل المناسب لها؟ الفعل go، فاخلي go. انتبهوا وياي، لكن لاحظت لقيت شنو؟ last weekend الاسبوع الماضي. هذه الكلمه دليل يا زمن استاذ، دليل ماضي بسيط. زين، بما انه ماضي بسيط يصير اخلي الفعل مجرد؟ لا استاذ، ما يصير. لا، شنو الفعل لازم اخليه؟ اتذكروا قاعده الماضي البسيط، يقول فاعل زائدا فعل ماضي. الماضي مال جو شنو؟ went. فاقول went horse riding، ذهبت، مو اذهب الى ركوب الخيل الاسبوع الماضي، ذهبت إلى ركوب الخيل الأسبوع الماضي. الجملة الثالثة سعد صالح فراغ جودو for two years. شوف هنا إيش لقيت for دليل الجملة مضارع تام بسيط. أخذنا المضارع التام بسيط وعرفنا أن السنس الفور الأفر النفر إلى آخره ذني دليل الجملة بزمن المضارع التام البسيط. زين، حددنا زمن الجملة. أول شيء الجودو شنو هو الفعل المناسب لها؟ الجودو من الرياضات البدنية، فالفعل المناسب لها دو. فانتبهوا يعني راح اخلي اول شيء شنو؟ دو. لكن اتذكر انه هذه لازم بزمن المضارع كان بسيط. شو تقول جمله المضارع كان بسيط؟
فاعل، سعد صالح هو الفاعل، زائد اما هاز او ها، سعد صالح ايش ياخذ؟ ياخذ هاز، زائد تصريف ثالث للفعل دو، ايش راح يصير؟ دان. التصريف الثالث ما دو دان، فاقول سعد صالح هاز دان جودو فور تو ييرز، سعد صالح اكمل رياضه الجودو لمده سنتين، او اتم رياضه الجودو لمده سنتين. النقطه الرابعه اي فراغ هورس رايدنج، نفس الطريقه هورس رايدنج الفعل مال المناسب لها هو الفعل جو. خلينا نجي نشوف الجمله بها زمن، شوف انا انتبه بات ناو، هذه بيش اتذكركم قبل دقائق قلناها، البات ناو ياتي بعدها جمله بزمن المضارع البسيط. خلينا نجي نتاكد، فاعل دونت وفعل مجرد، فاعل دونت وفعل مجرد، المضارع البسيط القاعده المنفيه زين، قبلها جملة بيا زمن، من يتذكر؟ جملة بزمن أو بقاعدة اليوستو، شو تقول قاعدة اليوستو؟ فاعل اللي هو الآي زائدا يوزد تو زائدا فعل مجرد. I used to go horse riding، اعتدت على أن أذهب لركوب الخيل a lot كثيرا، but now لكن الآن I don't have a horse، ليس لدي حصان، يعني عادة كانت تحدث في السابق ولم تعد تحدث الآن. النقطة الخامسة I think we should فراغ more gymnastics، أول شيء gymnastics رياضة بدنية، شنو الفعل المناسب لها؟ do. انتبهوا وياي should وين ما أخذيها؟ أخذناها بموضوع إعطاء النصائح زين، موضوع إعطاء النصائح شنو تقول قاعدته؟ فاعل زائدا should أو shouldn't زائدا فعل، شنو من فعل؟ فعل مجرد، إذا الدو ينزل مجرد كما هو. I think we should do more gymnastics، أعتقد بأنه علينا أن نقوم بعمل الجمباز أكثر at school في المدرسة. It's good for us، إنها جيدة لنا. النقطة اللي بعدها أحمد فراغ جودو، انتبهوا يعني نفس الطريقة جودو شنو؟ جودو دو رياضة بدنية، استخدم فيها الفعل دو. Every Tuesday، انتبهوا يعني every دليل جملة بزمن المضارع البسيط، هاي أخذناها بالأول متوسط وكذلك أدناها بالثاني متوسط، مضارع بسيط شو تقول قاعدته؟ كذلك قبل كم يوم أخذناها، فاعل زاد أما فعل يحمل أس أو فعل مجرد، أحمد فاعل، الفاعل أحمد، أحمد يأخذ أس لو مجرد يأخذ أس، فأقول أحمد does judo every Tuesday، أحمد يقوم برياضة الجودو كل ثلاثاء أو كل مساء ثلاثاء. منى فراغ جمناستكس، أول شيء جمناستيك يا فعل مناسب لها الفعل دو، خلينا نشوف but she hurt her back، لكنها آذت ظهرها، انتبهوا يعني but هي نفسية البات ناو، إذن يأتي قبلها جم بقاعدة يوستو، شو تقول قاعدة يوستو؟ منى فاعل زائدا used to زائدا فعل مجرد. بعدها بيل فراغ فوتبول since he was 5 years old، شوف هنا ننتبه وياي since دليل الجملة بيا زمن مضارع تام بسيط، الفوتبول يا فعل مناسب إلها الفعل play، ليش؟ لأن رياضة بها كرة وتنافس بين فريقين، لكن ننتبه بما أن لقيت since مضارع تام بسيط، شو تقول قاعدة مضارع تام بسيط؟ فاعل زائدا أما هاز أو هاب، بيل ياخذ هاز زائدا تصريف ثالث للفعل، Bill has played football since he was 5 years old. Bill كان يلعب كرة القدم منذ أن كان عمره 5 أعوام. هذا ما يخص من الرقم واحد. هسه نجي نوضح شغلة. من الممكن إنه يجيني مثل ما هو على شكل اختيارات، بس الاختيارات جاهزة. يعني على سبيل المثال يقول لي أحمد فراغ جودو. أحمد فراغ جودو. إلى آخر الجملة. خيرني بين شنو؟ خيرني بين plays لو does لو goes. أنا أعرف أن رياضة الجودو هي من الرياضات البدنية، فبالتالي أختار الفعل المناسب لها هو الفعل does. جيد، لكن من الممكن أن تجيني بصيغة ثانية بسؤال القواعد بالطريقة التالية، شي يقول لي انتبه لي يا طلاب، يقول لي على سبيل المثال أحمد، نفس الجملة أحمد do judo، انتبهوا وياي every Tuesday، وش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي correct. شنو يعني correct؟ يعني صح. بس الطالب يجي يظل صافن على الجملة، يباوع لها، يشوف الجملة شبيهة فيها every، every دليل يا زمن،
للمضارع بسيط، بما أن مضارع بسيط يتذكر قاعدة المضارع البسيط، شو تقول؟ تقول فاعل، شنو الفاعل؟ أحمد، أنزل أحمد زائدا أما فعل يحمل أس أو فعل مجرد. الدو يحمل أس أو مجرد؟ يحمل أس، أخلي له أس. ليش أخلي له أس؟ لأن الفاعل قلنا إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت نضع أس الشخص الثاني في الفعل. زادنا التكملة، شنو التكملة؟ جودو إيفري تيوزداي. شوف إن أنا جايب لي إياها بصيغة أخرى، شنو هي الصيغة؟ صيغة صحح الفعل، أو يجيب لي إياها بصيغة ثالثة يقول لي على سبيل المثال أحمد دو لو داز لو ديد جودو إيفري تيوزداي. بس واحد شو يقول لي؟ يقول لي استاذ الجودو من الرياضات البدنية، وذن ثلاثة تنيرهم من وياها، الدو تستخدم مع الرياضة البدنية، الدد هي نفسية تهدو بس في الماضي، والدز هي نفسية تهدو لكن بها الشخص الثالث. أقول له روح شوف الجملة بها زمن، مضارع بسيط every day مضارع بسيط، زين الدو مضارع بسيط مجرد، والدز مضارع بسيط بها الشخص الثالث. أحمد الشاقة أحمد يعتبر هي، فبالتالي يأخذ أس الشخص الثالث لا مجرد، يأخذ أس الشخص الثالث. بقول أحمد داز جودو. هذا الصيغ اللي ممكن تجيني عن هذا التمرين بالامتحان. إذن هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. أما يجيني على شكل إسقاطات مثل ما هو، لكن انتبه بالإسقاطات أو بالاختيارات يعطيني الفعل جاهز مجرد أني أسقطه بالفراغ المناسب. ومن الممكن يجيني بسؤال قواعد مثل ما بالصيغ الثلاثة اللي وضحناها، يخيرني بين أفعال ثلاثة، يخيرني بين أشكال أفعال ثلاثة، أو ينطيني فعل ويقول لي كوركت، كوركت معناها صح الفعل. هذا ما يخص تمرين رقم واحد، تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها. بس الآن نجي على تمرين رقم 2. شو يقول لي؟ يقول لي complete the timetable، أكمل هذا الجدول. شو يقول لي؟ منطيني أفعال بالpresent، أفعال بالpast، أفعال بالpast participle. past participle شنو؟ تصريف ثالث اللي سميناه PP تصريف ثالث. past ماضي، والpresent الفعل المجرد أو الزمن الحاضر. زين شوف هنا يقول لي أنا منطيك فعل lost، lost خسر بالماضي. شنو المضارع مالته؟ أنت لازم تعرف أن المضارع مالته lose، وشنو التصريف الثالث مالته؟ نفس ما بالماضي lost. هذا لازم تحفظوه ملاحظ. هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري بسؤال لا وس، راح نجي نوضح شلون يجينا. بس يقول لي وين الوين مضارع مجرد يفوز، شنو الماضي مالته؟ ماضي وان. شنو التصريف الثالث مالته؟ كذلك وان. اللي بعده منطيني بس تصريف ثالث. شنو المضارع مالته؟ المضارع مالته بيت، والماضي مالته كذلك بيت 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 بيت. حفظوه، ران يركض بالمضارع. شنو الماضي مالته؟ ران فقط اليو سوتها اي. بالتصريف الثالث يرجع الاي يصير يو، ران ران ران، يركض ركض. وكذلك مع الهيت، الهيت بكل الاحوال هيت بالمضارع، هيت بالماضي، هيت بالتصريف الثالث، ما يتغير. مثل الكات كات كات، الكات بالمضارع يقطع ماضيه كات، التصريف الثالث كات. والثرون مطين الثرون رمى، المضارع مالته ثرو يرمي، الماضي مالته ثرو رمى. هذا لازم تحفظون املاءه. الاستاذ قلت انه يجينا بسؤال املاء، شلون يجينا بسؤال املاء؟ كما في الصيغه التاليه اللي متعودين عليها. على سبيل المثال يقول لي سي ماضيه سو، سوالي سوالي فعل من مجرد حول الماضي. قال لي زين الثرو شنو الماضي مالته؟ انطاني ثرو شريد او شيريد، يريد الماضي. استاذ شلون عرفت يريد الماضي؟ لان هو بالفعل اللي منطيني اياه راد ماضي، اللي ينطيني فعل لازم انطيه كذلك ماضي. لكن انتبه قال لي سي التصريف الثالث مالته سي. شوف هنا حول لي اياه من المضارع علما للتصريف الثالث، فمن ينطيني ثرو لازم ايش انطي؟ انطي تصريف ثالث. فيكون الحل بهذه الطريقه سي سو، سي مضارع سو ماضي، ثرو الماضي مالته شنو؟ ثرو. سي 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 مضارع سي تصريف ثالث، الثرو التصريف الثالث مالته شنو؟ ثرون. وهكذا اذا لازم اعرف المثال اللي منطيني اياه مسوي لي ماضي لو تصريف ثالث،
وبالتالي أحول الفعل على أساسه. هذا جدول للحفظ طلاب إملاء ومعنى، يفيدك بهاي المرحلة وبالثالث وبالرابع وبالخامس إعدادي وحتى بالسادس إعدادي، لأن أغلب المواضيع القواعدية للمراحل السابقة تعتمد على حفظك للأفعال الشاذة. هذني أفعال شاذة كلش يركزون عليها بالمراحل القادمة. اللي بعده تمرين رقم 3، تمرين إسقاطات مهم جدا، مثل ما هو يجيني على شكل إسقاطات. ركز وياي، شو يقول لي؟ أول شيء سجل عليه مهم جدا. شو يقول لي؟ يقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب. أول شيء نتعرف على الكلمات. آت معناها في، beginners معناها مبتدئين، for معناها لي، information معلومات، leaflet منشور أو قصاصة الخاصة بالجدول، timetable جدول مواعيد، والترينز يتدرب. زين، الآن نجي نسقط الكلمة بالفراغ المناسب لها. هسا شو يقول لي؟ يقول لي I have never done any sport before. أنا لم أمارس أي رياضة سابقا. So I'll go to the، لذلك راح أروح لفراغ كلاس، لصف الفراغ. بما أنه أنت ما ممارس أي رياضة، فراح تروح أو راح يخلوك برياضة المبتدئين، فأقول beginners. beginners معناها مبتدئين. زين، من يقول لي هاي الشارحة والأس شنو؟ الشارحة والأس أخذناها بأول درس بالثاني المتوسط، اللي هي possessive S، S التملك. ليش الشارحة بعد الأس؟ لأن المبتدئين جمع، إذا كان الاسم جمع ففارزة أس التملك تكون بعد الأس وليس قبلها. Bill is very good for athletics. Bill جيد جدا فران الرياضات البدنية. شنو الكلمة المناسبة للفران؟ at athletics، في الرياضة البدنية. because هي فراغ بدني، لأنه فراغ كل يوم. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة trains، لأنه يتدرب كل يوم، فبالتالي هو جيد فيها. our teacher says، يقول مدرسنا، يقول معلمنا، that gymnastics is good، بأن الجمباز هو جيد فراغ us. لنا، شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ لي، for us، لنا، جيدة لنا. وهكذا I found the sports center to get more from، اتصلت بمركز الرياضات لكي أحصل على المزيد من information، مزيد من المعلومات. and they send me، وأرسلوا لي فراغ. شو أرسلوا له؟ تذكرون الشخصية اللي اتصلت بمركز الرياضات، شو سووا له أو شو انطوا بعد ما اتصل بهم؟ انطوا leaflet قلنا المنشور الخاص بالجدول مال رياضات. If you don't know when the class starts، إذا لم تعرف متى يبدأ الدرس الخاص بك، look at the فراغ، انظر إلى التايم تيبل. شنو التايم تيبل؟ إلى جدول المواعيد. باوع على الجدول وعرف الدرس مالتك يكون الساعة بيش. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. هذا التمرين طبعا تمرين مهم جدا، يجي مثل ما هو على شكل إسقاطات. درسنا اليوم درس بسيط جدا، أخذنا به تمرين مهم جدا اللي هو تمرين متعلق بالقواعد، يجيب لك أما على شكل إسقاطات أو على شكل اختيارات أو على شكل كوركت صحح الفعل. ولاحظنا أن الدرس كله يعتبر مراجعة لمواضيع سابقة، لذلك هو اختصار للمضارع البسيط، مضارع تام بسيط، ماذا بسيط إلى آخره. جمع أكثر من موضوع بتمرين واحد، ولاحظنا أن التمرين مهم جدا. وكذلك هذا التمرين، تمرين رقم 3، تمرين إسقاطات مهم جدا، ممكن يجيني مثل ما هو على شكل إسقاطات. باقي الأنشطة، أنشطة صفية يراجع بيها مواضيع اليونت اللي أخذناها خلال هذا اليونت، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. حابب تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها على ما تروحون محضرين المدرسة، أو إذا جتكم بالامتحان التحريري تقدرون تجاوبوها. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو ضرب تبون تقدموها تقدرون تواصلون على الحسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.